مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه بدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟
تشوف هتبقى احلى عروس ان شاء الله. مبروك يا مامتك. الله يبارك فيك يا روح. ميرسي يا حبيبتي. مبروك يا مامتك. ربنا يخليك. على فكره بقى يا جماعه مالك شكلها بتشتغلنا عشان تاخد اجازه. انا عن نفسي مش هصدق غير لما احضر الفرح. ومين قال لك انك معزوم اصلا؟ والله انت ما في اطيب ولا احلى منك يا مكة، وبجد بجد تستاهلي كل خير. ربنا يخليك يا ريم. ميرسي وعقبالكم كلكم يا جماعه. وعلى فكره كلكم معزومين. انا بهزر. انا كنت كده جاي. طب يلا بقى عشان اتاخرنا. هيك فرحك بكره، لحد دلوقتي حتى ما جربتيش فستانك. فستان ايه يا بنتي؟ سيبك من الفستان، انا لازم اعدي على بابا اخد منه فلوس. انا معيش 50 جنيه في جيبي، ده انا كنت هعمل حمله تبرعات على الهوا عشان يلمولي. نهار اسود ونيل، هتجننيني. طب يلا. استني حاجة يابا؟ استني حاجة؟ لا يا ابني مش مستني حاجة. طيب يلا اتكل على الله من هنا، مش عايزين كلام من حد. حاضر، بس ما لاقيش مع حضرتك تليفون اعمل مكالمة. عندك الراجل واقف على الناصية، روح اتكلم زي ما انت عايز. اسحب. الو ايوه يا اسر، انا خرجت يا حبيبي بكلمك من بره. الو تقريبا المكالمه قطعت. وريني كده المكالمه اتحسبت يا عم الحاج. طب اطلبها لي تاني. الله يخليك. طب اشوف نص جنيه تمن المكالمه الاولانيه. الاول اتفضل. ايه ده؟ الفلوس دي انتهت من زمان، دلوقتي بقت فضه. ايوه انا الفلوس دي في جيبي بقى لها 15 سنه بصراحه، ما معيش غيرها. يعني ما غسلتش بنطلونك بقى لك 15 سنه؟ ظروف يا ابني، ظروف. ظروف؟ امر لله. اروح اغيره من الميت والانفاق، بس الجنيه بنص ياكل؟ ياكل. بس اطلبها لي تاني الله يسيئك. اوعى تكونوا فاكرين ان دور المذيع او الاعلامي او الصحفي انه يلبس فورمال او تعمل شعرها وتطلع على الناس تلعب في دماغه لصالح اللي يدفع لهم اكتر. الاعلامي اللي يتخلى عن ضميره زي الجندي اللي يخون وطنه، بيخرب المجتمع. ضميرك لو ما حكمتوش في كل تفصيله في حياتك ما تستحقش تعيش اصلا. دعاء، بتضحكي على ايه؟ اصل الاعلامي اللي عنده ضمير ده يا دكتوره فريده اللي حضرتك بتتكلمي عليه، لو ما اتكلمش لصالح اللي بيدفع له مرتبه كل اول شهر هيقعد في بيتهم. يعني انت لو قدامك خيارين، انك تحافظي على ضميرك وتقعدي في البيت او انك تبيعي ضميرك، هتعملي ايه؟ انا شخصيا يعني؟ اه انت ماليش في قعده البيت. بصي يا دعاء، اسر كل المكالمات دي، ما انا مكلماك الصبح وقايله لك ان انا عندي محاضره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك خرج من السجن واتصل بيا. وبعدين يا ياسر اخلص. مفيش، اول مره اتخضيت وقفلت السكه في وشه وفضل كل خمس دقايق يكلمني من نمره مختلفه، وانا طبعا كان عندي شغل مهم كان لازم ارد. وبعدين يا ياسر رديت صح؟ يعني انت بتكلمني دلوقتي عشان تقولي انك رديت؟ ايوه يا فريده رديت، وهقابله كمان شويه. انت اكيد اتجننت. يعني كنت هقول له ايه يعني يا فريده؟ ما تقولوش حاجة، أنا هسبقك على المكتب تجيبه وتجيني وأنا اللي هقوله. هتقولي له إيه؟ هقوله إن الميتين ما بترجع لهمش الروح تاني. أنا مش فاهمة إيه البرود اللي أنت فيه ده؟ ده لو فرحي أنا هبقى متوترة أكتر منك. ملك أنت اللي مجنونة. أنا اللي مجنونة برضو؟ أيوه. ملك. إزيك يا منى؟ مساء الخير يا أنسة. مالك؟ ألف مبروك. أنا سمعت حضرتك النهاردة بس زعلانة جدا إن احنا هنقعد شهر ما نسمعش حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك. ميرسي. أنا آسفة يا أنسة مالك، ثواني بس أستأذن الدكتور. وأنا من إمتى بستنى لو عنده حد؟ أنا
موك حبيبتي ازيك يا روحي؟ ازيك يا بابا. ايه ده انت عرفتي تيجي ازاي في الزحمه دي؟ ده الدنيا بره على بعضها. لا الطريق ما كانش وحش بابا. هي مين اللي كانت خارجه بتعيط دي؟ ازيك يا صافي؟ ازيك يا انكل؟ ايه ماما عامله ايه؟ كل شويه تكلمني في التليفون واقول لها انا هرجعك بنوته عندها 20 سنه وبرضه ما بتجيش. لا ماما دي نساها خالص يا انكل، عشان طول عمرها يعني متردده فمش هتاخد قرار. بابا مين اللي كانت خارجه بتعيط دي؟ يا حبيبتي دي واحده عيانه عندها مشكله في جسمها، وانا قلت لها لازم تعمل عمليه. هي مصممه انها تسيب نفسها كده وما تعملش عمليه. انا اضطريت اقول لها رايي الطبي، لو ما عملتيش عمليه هتندمي. اهي بقت شكلها كده زي ما انت شايفه. ما تشغليش بالك حبيبتي، احنا ياما بنشوف. انا عارف ان فلوسك خلصت وانت اكيد محتاجه فلوس لانك صرفتي على حاجات كتير قوي. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا بابا، والله حاسس بيا. طيب انا همشي بقى عشان احقق التمرين. برضه تمرين يا ملك؟ تعالي بس يا ملك. تعالي مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا دكتوره. معلش الاستاذ قاسر مش هيقدر يجي، وهو بياكد عليكم كلكم لازم تحضروا الفرح، مفيش اي اعذار. واحنا متاخر. المكتب هيبقى اجازه شهر، فاي حد محتاج ورق ياخده ويتكل على الله. ربنا يتمم بخير يا دكتوره. الف مبروك يا دكتوره. عقبال الفرح وش ان شاء الله. استاذ صبحي بعد ما الاساتذه يمشوا قفل المكتب وهاتي المفاتيح جوه. تحت امرك يا دكتوره. يا كابتن معقولة العين والايد والقلب دول يشتغلوا مذيعة؟ كنت هشتغل ايه يا كابتن يعني زعيم عصابة. ما تنساش يا كابتن هستناك في الفرح. ها ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. باي باي. يلا يلا. ايه خلصت؟ مش هترحميني بقى يا ملاك من ضرب النار بتاعك ده؟ معلش يا صافي. يلا عشان عايزه انام. يلا ايه وتنامي ايه؟ ده احنا ورانا 100 حاجه لبكره. انا عايزه اسال سؤال، هو انا هتجوز لوحدي؟ مش في مواطن وظيفته في الحياه انه خطيبي والمفروض يقوم معايا بالحاجات دي؟ اه طيب خلاص فكك مني انا بقى وسيبيه هو يقوم بمهام وظيفته. انا دلوقتي مفيش حاجه هتمنعني عن النوم تحت اي حال من الاحوال. خلاص يلا يلا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وده مكتبك يا أسر يا ابني. ربنا يزيد ويبارك يا رب. ربنا يزيد ويبارك. مش عارف حاسس زي ما يكون ربنا بيجبرني فيكم. ولا شبت في ال 15 سنه اللي استجنت فيهم دول؟ بجد انت مت. امسك دول فلوس. شايف ان دي فلوس بس بتوع ايه؟ اعتبرهم تنازل مننا عن علاقتنا بيك. بابا فريد ما تقصدش، حضرتك مش عارف دلوقتي احنا وضعنا بقى ايه. هي بقت دكتورة كبيرة في الجامعة وبتدرس للطلاب في كل حتة في العالم، وانا كمان بقيت محامي كبير، يعني لينا اسمنا وسمعتنا. ما شاء الله ما شاء الله.
احنا من ساعه ما دخلنا الجامعه انا واسر واي حد بيسالنا عنك بنقول موت. بس اسر انت اخر مره زرتني فيها من 5 سنين مكانش الكلام ده موجود. انت حددتني رقم تليفونك وقلت لي تصل بيا. صح يا اسر صح يا حبيبي. كنا مضطرين. حضرتك عارف الناس وكلامهم. اسمعني انت من 15 سنه دمرت لنا حياتنا وانا مش هسمح لك ترجع دلوقتي وتدمرها لنا تاني. امسك الفلوس دي اعمل بيها اي حاجه اصرف على نفسك لكن انسانه خالص شلنا من دماغك. احنا اعتبرناك مت وانت كمان اعتبرنا متنا ودفنتنا بايديك. الشر عليها. احمد ربنا بقى انها ما طردتكيش من المحاضره اصلا. لا ما جالها تليفون اتعصبت قوي بتكلم حد متعصب قوي عليه. يا بنتي لمي نفسك بقى لمي نفسك حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. في حد يكلم الدكتوره بتاعته كده؟ ما هي اللي بتنظر يا بيبي. وبعدين انا مش هخش لها محاضرات تاني علشان اخلص منها خالص. لا يا شيخ وهتمتحني ازاي ان شاء الله؟ تقلقش عليا هتصرف. والله العظيم انت شكلك هتسقطي وبدل ما نتجوز هنقعد نقضيها بوس تحت السلم. اتلم يا مازن. اقول لك ايه مناسبه البوس تحت السلم ما تجيبي بوسه. اتلم بوسه بقى. بس بقى الله جيتوا يا اولاد اهي اهي والله كويس انك جيتي. تعالي بقى اتصرفي مع بنت اختك واخداني على جنب وبتقولي لها بوسه. كلام يا واد. انا قلت لها انا ما بحبش اخضب ربنا تصبر بعد الجواز واللي هي عايزاه اعمله. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ وازاي يا ماما؟ الحمد لله كويس. انا قلت حاجه الاقيها جايه النهارده. طب كويس قوي احنا نستناه ونتغدى كلنا مع بعض. لا نتغدى مين؟ هناخد دعوه ناكل بره. تموت في الرمرمه مالوا اكلنا. اتغدوا هنا وبعدين اخرجوا. منى منى. نعم يا مدام. يا ليلى هنا. امك حضرت الغدا ولا لسه؟ 10 دقايق بالظبط ويبقى جاهز على الترابيزه. طب حضري انت السفره عقبال ما اشوفها. بقول لك عايزه اشرب ميه. حاضر ثانية واحدة بس حضر الترابيزة واجيب لك حالا. اموت من العطش يعني لحد ما حضرتك تحضري الترابيزة؟ حاضر. منى ساقعة ها؟ حاضر حضرتك. طالعة رخامة. انا رخمة؟ حضرتي السفرة يا منى؟ ثواني بس دعاء هانم كانت طالبة معايا. بنتك كبرت يا نجات. مكسوفه تقولي يا هانم؟ طب والنعمه دي بتموت فيكي يمكن بتحبك اكتر ما بتحبني. استني دي اكيد عفيفه انا هروح افتح لها. مفتاحك فين؟ مش لاقيه ومش قادره ادور. انا هروح فين بس؟ ارفعي ايدك. يا مازن بقى عايز انام. ارفعي ايدك. استنى كمان. خش. ماشي. ايه اللي جابك يا ماما؟ ايه اللي جابك؟ بقى بالذمه في ام في الدنيا اول ما تشوف بنتها تقول لها ايه اللي جابك؟ ارجع مطرح ما جيت يعني؟ دودو ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا دودو. معلش مش هلحق اقعد معاكي عشان هموت وانام. اقعد معاكي بكره. تعالي هنا. ايه؟ انت وراكي 100 حاجه الفرح بكره. لا جبتي الفستان ولا الشبكه ولا اكدتي حاجه الكوافير ولا قلتي لاصحابك هيلبسوا لون ايه؟ شفتي الظلم؟ انا اختلطت بينك على فكره. هو ايه البينك ده؟ الفستان برايدز ميدز هيلبسوها. وباقي الحاجات؟ كل ده بقى بالليل يا لولا. هعدي على الاتيليه اشوف الفستان وهنروح نشتري الشبكه والباقي بقى بالتليفون ماشي حالي. ايه ده هنا اهو؟ هو انا مش هروح معاك وانت بتشتري الشبكه؟ لا طبعا الجو القديم ده. ده جو قديم بقى. ايوه. وممكن بقى تسيبيني اخش انام احسن. والله العظيم افرش وانام كده. هاتي لي يا بنتي حاجه افرش وانام هنا عشان هو مش عايز يسيبني انام. يلا جوه. يلا يلا. ايه البيت ده؟ يلا ايه البيت ده؟ يلا يلا يلا. استنى استنى دي خالتك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا خالتو؟ يلا يلا على السفرة على طول. عمالك بتحبك كده، دي ماتت من دعاية عليها. ازيك يا مازن يا حبيب قلبي؟ يا فوفيت ازيك يا حبيبتي؟ لولا قالت لي ان خالته ما راحتش الشركه النهارده، قلت اجي اطمن عليك. كده يا لولا بتدي تقارير الشركه لمامتك برضه؟ تقارير ايه بس، ده انت رئيستي، هو انا ينفع اقدم فيكي تقارير لحد؟ خلاص انا بقيت حد. فوفيتي فوفيتي دي رئيستي. ملك فين امار؟ جات من بره على السرير على طول، كانها بقالها 20 سنه ما نامتش. يا ستي سيبيها تنام وترتاح عشان يبقى وشها منور كده في الفرح. ما هو ده اللي مجنني، مليون حاجه في الفرح لسه ما خلصتش. لو ملك محتاجه اي حاجه يا طنط انا ودعاء موجودين، احنا نساعدها، ملك زي اختنا بالظبط. الاول بس تصحى ملك وبعد كده نسالها محتاجه مساعده ولا لا. عايز اقابل عيسى اللبان. عيسى اللبان عارف كده اسمه المعلم عيسى اللبان. طب يا باشا تاخد سيارات يا باشا، لازم تاخد منه ميعاد، ما هي مش سايبه. يا عيسى يا عيسى. ايه يابا رايح فين؟ هي سكه رايح فين؟ مين صبري اليوم؟ تعالى تعالى سيبه هذا كاوتشا، سيبه تعالى اوعى كاوتشا. عيسى صبري اليوم، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. فينك يا راجل؟ وحشني من زمان. شوف شوف تعال تعال. مش محتاجة أي حاجة أزود له حاجة هنا مثلا؟ ده مظبوط وحلو وتحفة. بقولك إيه؟ أه. وأنت أحلى واحدة في العالم ولا إيه؟ هتيجي نبدر الفرح يوم. آسر. الحمد لله والشكر لله. اللهم دي بقى نعمة محفظة من الزوال يا رب. يا راجل كل كل. ما اول اكله تيجي على الاسفلت تبقى ضعيفه كده. اكل ايه؟ خلاص انا معدتي ما بقتش تستحمل. يظهر والله اعلم ان الواحد معدته اتعودت على الاكل اللي كان بياكله جوه. كفاره صبر، ده انت هناك كنت بتعمل لنا احلى اكل. عجزت ولا ايه؟ ولا السبع سنين اللي انا فوتك فيهم لوحدك عجزوك؟ والله عيسى يا ريت الواحد كان مات جوه. وحد الله ما تقولش كده يا راجل. على قولك هيفيد ايه الكلام؟ المهم انا قصدك في خدمه عيسى. رقبتي لا ليا متوى ولا عندي شغلانه ولا صاحب ولا قريب ولا حبيب. الله، امال اولادك اللي كنت بتحكي لنا عنهم ليل نهار راحوا فين؟ دفنوني عيسى، دفنوني وخدوا عزايا. انا مش قلت لك ما تطلعش العربيه والمرسيدس عشان لازماني؟ ايه ده؟ انت معاك ضيوف يا حاج؟ تعالى يا هيثم، ده عمك صبري الراجل الجدع اللي انا حكيت لك عنه. اهلا وسهلا يا عم صبري. اهلا وسهلا. هيثم ابني متخرج من الجامعه كليه التجاره وشغال معايا هنا. ازيك يا هيثم ابني؟ اهلا بيك يا عم صبري. بقول لك ايه يا هيثم، معاك مفتاح الاوضه بتاعت السطح؟
آه يابا ليه؟ اديه لعمك صبري هيقعد معانا يومين تلاتة بس كده. ده من عناية. اتفضل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يسترك يا عيسى ويحنن عليك. ها ايه رايك في ده؟ ايه ده يا ياسر؟ ده شكله غالي قوي. ممكن لو سمحتي ما تشغليش بالك بالفلوس خالص. يا حبيبي انا ما بتفرقش معايا الحاجات دي، انا بالنسبه لي اي دبله حلوه عليها اسمك من جوه كفايه. مفيش اي حاجه في الدنيا دي كلها تغلى عليكي. طب معلش نشوف حاجه اقل برضه. اقل ايه؟ انت لازم يجيلك احسن حاجه. تعالي. ممكن بعد اذنك نتفرج على اطقم كامله؟ طبعا يا فندم. اتفضل اتفضل. عندي ده، عندي ده، وفي ده، وده. أنا شايف إن ده أحلى واحد، إيه رأيك؟ طيب ممكن بعد إذنك نجرب ده؟ طبعا اتفضل. يا خبر أبيض، يا الحلاوة دي. سبحان الله، مش عارفه ليه الست اللي اسمها عفاف اخت ليلى هانم دي قلبي مش طايقها، كل ما اشوفها قلبي بينقبت. بس يا ام منى لحد يسمعك، احنا مالنا؟ احنا ايش اخشاشنا؟ نرتاح لها ليه وما نرتاح لهاش ليه؟ هي كانت من بيت عيلتنا. يا ابو منى، هي دي مش عيشتنا احنا كمان ولا ايه؟ ولا احنا لازم نعيش مكتومين، لا نفتح بقنا ولا نفتح عينينا؟ بابا عنده حق يا ماما، لو حد سمعنا هيبقى شكلنا وحش ونرجع نتأسف ونعتذر ونتذل، والواحد مش ناقص يعني. طبعا يا اختي، ما انت بنت ابوكي هتغلطيه يعني؟ ما انت علي هنا، انت عملتي ايه ليلى هانم؟ بتشتكي مني؟ يوه انا زهقت بقى، هانم وباشا وبيها، واحنا فين هنا؟ ابنها في جامعه وانا في جامعه، هو دخل الجامعه بفلوس ولا دخلت بمجهودي؟ يبقى بذمتك يا ماما مش انا اللي هانم؟ هانم وست الهوانم كمان، ده انت طالعه قمر ونصحه ومخك مفتح زي امك. والنعمه الشريفه يا بنت يا منى، وانت يا نجات، انا اجدع بيه واجدع باشا لان ربنا رزقني بيكم. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا. طب يلا يا اخويا انت وهي بقى، كفايه سهر عايزين ننام، بدل ما انت عمال بتقول كلام حلو كده ملك لازم السهر. انا افتكرت في حاجه اكبر من كده يا حبيبي. ايه المشكله ما نبقى نعوضهم؟ احنا قدامنا العمر طويل. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. خليك لي. يلا يا بنت انت وهي هنتاخر، انا بلبس في دقيقه. ما هي الفساتين اللي بعتها الست ملاك واسعه، هي دي يطلع منها حاجه عدله ابدا في حياتها؟ احمدي ربنا انها بعتت، بدل ما ندفع لنا 400 500 جنيه ايجار فستان في ليله واحده. هي خالتي مش هتبعت لك عربيه تاخدنا؟ مش اختك دي مش المفروض تريحك؟ من امتى ليلى بتريح؟ الله، امال هننزل ازاي بالهدوم دي في وسط الحته؟ دول كانوا يزفونا. انا كلمت عاطف سواق التاكسي هياخدكم لملك، تعملوا شعركم وتتمكزوا وتغيروا هناك. يلا اقلعوا الفساتين دي، يلا يلا. حاضر. عيني عليكم يا بناتي، ست ملك تتجوز وتفرح وتتهنى
واحنا مش شحطت وراها. آسر يلا يا آسر اصحى بقى بلاش كسل. يلا يا عريس صح النوم. صباح الخير. صباح النور. السابق كام؟ الساعة داخلة على 2. يلا بقى قوم خد دش واجهز. لسه بدري يا فريدة، انا هجهز من دلوقتي. لسه بدري ايه، احنا لازم نروح الاوتيل ونستقبل الناس ونشيك على كل التجهيزات. يلا بقى يا خالو اصحى كده هتتأخر. الله 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 الله، انت كمان جهزتي؟ من ساعة ما صحيت وهي عمالة تقولي لبسيني فستان العروسة لبسيني فستان العروس. احلى عروسة في الدنيا، تعالي هنا هاتي بوسة. بس انا مش عايزة اتجوز. مش عايزة تتجوزي ليه؟ عشان عريسي ما يطلقنيش زي ما بابا ما طلق ماما. ايه الكلام الوحش ده بقى؟ منى أؤمر يا دكتور. البنت المتخلفة اللي اسمها حسين دي جات الفرح، وأنا خايف إنها تبوظ لنا الليلة. عايزك تروحي تخليها تمشي من هنا حالا، قولي لها أنا هتفاهمها وتعدي عليها بعدين. أنا هطلع لملك، عايز أنزل ألاقيها مش موجودة هنا. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. طبعا حقك، ما انا السواق اللي جابوا لك بابا. شفت خالو يا لوجي جايب مقدم شرطه ونائب مامور اسم قد الدنيا عشان يسوق العربيه يوم الفرح. ماشي يا ابني الباب، انت هتوقفنا كتير. حاضر يا اسر. بيه عجبك كده يا دكتوره فريده؟ معلش بقى، ما هو عريس. ما الشرطه في خدمه المقاطيع اللي زيك اصلا. على الله بس بكره ترفع اسم مصر، ما اجيلكش الاقيك بتعيط ولا منتحر. قولي له خليك في حالك يا اسطى. خليك في حالك يا اسطى. حاضر يا هانم. لا يا علي انت كده اتبهدلت قوي.